السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين قناة أرابيك سكتش أب. أهلا بكم في الدرس الخمسين معانا من سلسلة تعلم برنامج الكاد. هنبدأ بإذن الله من الخمسين لحد الخمسة وخمسين، تقريبا 5 حلقات هنتكلم فيهم عن بالظبط الطباعة. أوكي، عشان اطبع اي حاجه ملف احنا طبعا هنتعرف النهارده على قائمه الطباعه وازاي اعملها، مش هنخش في تفاصيل اكتر. اخر حلقه هديكوا ميزه تطبعوا ملف يطبع ازاي او بدايه رسم اي ملف. اوكي، اول حاجه ممكن الطباعه من 3 حاجات، يا اما ادوس من هنا اهو بالظبط هتلاقي امر الطباعه بلوت من فوق هنا اهوت، او اني اضغط بالظبط كنترول حرف البي هيظل الطباعه بتاعتي، او اني ادوس على الكيبورد بي ال او هتلاقي البلوت اول واحده فادخل عليها هيظهر لي القايمه ديت. نمسك القايمه بالترتيب، اول حاجه البيج سيت اب. البيج سيت اب ديت اللي انا ممكن اكون او الشركه بتاعتي تكون عاملة سيستم واحد للطباعة بمقاس لوحة معين بمثلا بألوان معينة بخطوط معينة، فدي مثلا ممكن أروح عامل داخل إعلاننا وعامل امبورت للملف ذات نفسه المحفوظ طباعة. أوكي، البريفيس بلوت ديت اللي أنا مثلا طبعت لوحة وجيت أدخل عشان أطبع اللوحة التانية فبيقول لي بدل ما أعمل إعداد تانية، يعني أنا مثلا دلوقتي عندي 4 لوح ولسه بفتح بلوت جديد، فمثلا جيت على أول لوحة وظبطت الإعدادات بتاعتها وطبعت حلو، لما اجي اخش على اللوحه الثانيه طبعا مش هعمل نفس الاعدادات، فاضطر ان انا اختار بريفيس بلوت اللي هو هيقول لي استرجاع اخر اعدادات طباعه انت عملتها. اوكي، اد ان انا مثلا ممكن اد زي ما قلت لك كده ان انا اضيف سيت اب معينه اكون عاملها واحفظها جوه عندي في الملف. اوكي، نيجي تاني قايمة معايا وهي اسمها البرينتر او بالظبط البلوتر اللي هو مثلا هطبع ايه، هل هطبع اللوحة بتاعتي انها تخرج لطبعة عندي على طول دي مثلا بتكون في المكاتب، او ان انا مثلا اطبع بنظام معين اوتوكات، او مثلا ان انا اطبع واحطها معايا على الفلاش او ابعتها لاي حد او هدخلها على الكاد واللي هي بالظبط دي دبليو جي تو بي دي اف، دي بالظبط الشهيرة اللي احنا عارفينها. اوكي، طبعا في نظام تاني بيكون افضل لو انت هتدخلها فوتوشوب، بس معظم الناس كلها بتستخدم الدي دبليو جي تو بي دي اف. اوكي، ماليش دعوه بالبروتس هنا ولا البي دي اف اوبشنز، ماليش دعوه، خليك اتنين ادي عليهم اكسين. نيجي تالت حاجه معايا وهي اسمها البيبر سايز. البيبر سايز وهي حجم اللوحه بتاعتي، يعني ايه حجم اللوحه؟ دلوقتي انا واحد بطبع مهندس معماري بطبع على الاي 0، في واحد بيطبع على المتر 70 اي 1، في ناس بتطبع سكتشات على اي 3، في ناس بتطبع على اي 4، فهنا بالظبط البيبر سايز بتاعي. هنا بقول له مثلا انا شغال على 1000 ملي متر في 707 اللي هي بالظبط 100 سنتيمتر في 70 سنتيمتر. اوكي، اللي هي متر 70، متر في 70، ادوس مثلا عليها اما الشكل ده او مثلا ممكن الاقي شكل تاني اللي هو الشكل العمودي، فبختار الشكل كاني برسم حسب اللوحه بتاعتي. اوكي، نيجي ندخل على البلوت اريا معايا وهو بيقول لي الديسبلاي معايا، او طبعا ان عندك 4 اختيارات، انا بلعب في اختيارين الديسبلاي او الويندو. الديسبلاي هو ان انا بتظهر الشاشه الخلفيه، الشاشه اللي ورا ديت ظاهره ايه بالظبط؟ ظاهره بس الملف ده. اما حوار الويندو فهو بيقول لي اختار لك مثلا ايه اللوحه او ايه اللوحه اللي انت عاملها. انا طبعا في نظام الرسم الخاص بيا بعمل احسن حاجه فريم اللوحه اللي انا هرسم بيه عشان اختاره اهو كده، ده كده اللوحه اللي انا هطبعها لما اجي اعمل مثلا ريفيو كده، فده نظام اللوحه اللي انا مثلا ايه هطبعه. تمام، لو جينا بصينا على نظام اللوحه اللي انا جيت طبعتها هنا، طبعا لقيت ان اللوحه بتاعتي نزلت تحت خالص، ليه ما جاتش في النص؟ فعشان اجيبها في النص ممكن اعمل سنتر زي بلوت، وده الافضل ان انا اعملها في كل حاجه. لما اعمل سنتر كده هتلاقيها اتوسطت في النص معايا. اوكي، طبعا لو جينا في حاجه تانية وهي البلوت سكيل، انا ما بحبش العب في قيمه السكيل دي بس هفهمها لكم. طبعا في التو بيبر ديت لو انا شرط اساسي
واحد لو انا عامل فريم لوحه على الكاد فعملت ويندو فاضطر ان انا اعمل فيت تو بيبر. اوكي، لو انا مش عامل نظام اللوحه وهضطر ان انا اشتغل سكيل فهضطر ان انا افكني من حته الفيت تو بيبر وادخل في نظام بالظبط. انا دلوقتي مثلا عايز واحد ل 500، فهكتب هنا 1000 وهكتب هنا ال 500 بتاعتي. دي بالنسبه لي هتبقى 1 ل 500، اللوحه ديت متر 70، عملت نظام 1 ل 500. اوكي، او مثلا 1 ل 50 بكتب 1000 فوق او كده. بس الافضل معايا انا بحب اعمل فريم اللوحه بتاعتي، فريم اللوحه ده عباره عن متر 70 تقريبا، متر 70. هشوف كده الدايمنشن بتاعه عشان شغال بالمتر. مية وعشرة ده A0، ده تقريبا A0، مش فاكر ده A0. او مثلا ممكن نعمل نظام، اول حاجة اشتغل مثلا بالسنتي. انا طبعا هبقول لكم الاداة، او ممكن ارسم دلوقتي هقول له مثلا ان في الرسومات بتاعتي عندي المتر 70، هيبقى متر يبقى 10 × 70 سنتي. اوكي ايه ده، معلش في 70، لا معلش ايه 7 من 10 7 قصدي في 10، دي كده بالنسبه لي متر 70. وليكن مثلا خدت الرسمه ديت اهيت كنترول سي كنترول في، حطيتها هنا، دخلت دوست كنترول بي، ادخل على البريفيس بلوت اللي انا ظبطتها اخر حاجه متر 70، عرفتوا ايه الفايده ديت. فامسك الويندو واقول له انا عايز اللوحه ديت، لان اللوحه دي خلاص انا اعتمدت ان انا رسمت فريم بره اللوحه اللي هيترسم عليها متر 70. تمام. فاما اجي العب في حكايه الفيت، افضل ان انا هيقول لي مثلا خلاص ما دام انا رسمت الويندو بتاعي على نظام اللوحه الخارجي فاعمل فيت. اوكي خليك عارف دي مبدئيا. مثلا فيت دهيت. اوكي ادخل على حاجه بقى ثالثه معايا، رابعه معايا ولا خمسه مش فاكر، وهي البلوت ستايل تيبل. ايه معناها؟ النظام ده بالظبط بيقول لي اختيار نوع او لون او مثلا سيت اب داخليه، ان مثلا ايه حاجه شبه اكاد ديت، بيقول لي مثلا ان انا هخليك اللوحه كلها الالوان بتاعتها ابيض واسود فقط، وفيها نظام جواه مثلا الخط بتاعي 2 او الكلام ده تتغيره، المونيكروم مثلا كروم اللي انا مثلا الوان. تمام. فمثلا دوست على اكاد، قلت اوكي، جيت عملت بريفيو لقيت مثلا اهيت، يبقى انا ما ظبطتش الالوان الداخليه، فادخل جوه واظبط الالوان وهنعرف الحكايه دي ان شاء الله، هنعرف الحكايه دي باذن الله تاني، وهنشوف الحوار ده كله ظهرت معايا كله باللون الاسود. اوكي، او ان انا اعمل موني كروم. اوكي، ودي هتطلع معايا الوان ولكن تقريبا مش متظبط الالوان بتاعتها، فهقول له اوكي. نيجي نبص كده، ممكن الالوان كلها ظهرت وهنشوفها في المشاريع. دي نوع الطباعه معايا، سواء ان انا هطبع حاجه عشان اخليها شيدد او اكس راي، او مثلا انا عامه بستخدم الاس ديسبليس او لوجي وير فريم، بستخدم الاثنين دول فقط. اوكي ماليش دعوه بالباقي. اما الكواليتي هنا انا بخليها مثلا نورمال عادي لو انا بطبع لوحه عاديه، اما لو هعملها برزنتيشن على الفوتوشوب فممكن ادخل في حكايه ان هي تبقى كاستم واحط دي القوه بتاعتها 300 بكسل. اوكي، ندخل على القائمه اللي معايا وهي البلوت اوبشنز، وهي دي بالظبط كده، ممكن من خلالها اقفل اللاين اوبجكت ويت او مثلا حاجات اظهرها او اخفيها والكلام ده، ما محتاجش منها حاجه كتير. نيجي على الحاجه الاخيره معايا وهي drawing or nation. اوكي دي عباره عن ايه؟ شايفين اللوحه بتاعتي لما جيت عملتها كده، شايف خد اللوحه معايا بالطول رغم ان اللوحه هنا بالعرض، ولكن عشان انا عملت بيرت فاستخدم اللاندسكيب وهي بالعرض بتاعي. اجي ابص كده اهي، دي اللوحه وانا واقف دلوقتي حاليا، دي 70 سنتي وده المتر، فاللوحه معموله قصادي بالظبط. اوكي، ده اللي انا بتكلم فيه حاليا. دي كده قائمة الطباعة معايا، ان انا اطبع اي ملف، عرفنا كل الملفات بتاعتها. ان شاء الله المرة الجاية هنفهم كل طباعة ونقعد نشتغل عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.